بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم طلابنا الأعزاء في مادة الدراسات الاجتماعية نظام المقررات البرنامج المشترك. اليوم إن شاء الله سنبدأ في وحدة جديدة، ألا وهي الوحدة الخامسة، الدرس 16 بعنوان مقومات الدولة القوية والمؤثرة. قبل أن نبدأ بشرح درسنا اليوم، لابد من مراجعة ما سبق دراسته. طبعاً في الوحدة السابقة تعرفنا على موضوعات عدة، كان من بينها الحرب العالمية الثانية. يا ترى مرت بمراحل كثيرة جداً هذه الحرب، لذلك نريد أن نذكر مراحل الحرب العالمية الثانية. ما هي؟ ممتاز، إذن ثلاث مراحل: مرحلة تفوق دول المحور، ثم مرحلة التوازن بين القوى المتحاربة، ثم مرحلة تفوق دول الحلفاء وانتصارهم. فسر إنشاء هيئة الأمم المتحدة بدلاً من عصبة الأمم المتحدة التي كانت موجودة سابقاً. نعم، إذن اتفقنا أنه من أجل إقرار السلام والعدل في العالم. بإذن الله في هذه الوحدة سنبدأ بمقومات الدولة القوية والمؤثرة، وسنتطرق إلى موضوعات عدة نستطرد خلالها بعضاً من الدول التي أثبتت قوتها وتأثيرها عالمياً. لذلك سنبدأ اليوم بمقومات الدولة القوية والمؤثرة. ماذا سنتعلم في درسنا اليوم، أو ما هي الأهداف التي سنحققها في درسنا اليوم؟ أولاً، يستنبط الطالب مفهوم القوة في الدولة. يصنف الطلاب مقومات الدولة القوية والمؤثرة. يبرهن الطلاب على تأثير المقومات الاقتصادية. يقارن الطلبة بين المقومات السياسية والمقومات العسكرية، ثم يمثل الطلاب على المقومات التقنية في المملكة العربية السعودية. إذن هذه محاور درسنا اليوم: مقومات الدولة القوية والمؤثرة عالمياً. تتكون هذه المقومات من عدد منها المقومات الحضارية، ثم المقومات السياسية، ثم المقومات الاقتصادية، والمقومات التقنية، والمقومات العسكرية، وأخيراً المقومات الوطنية. تحدد مكانة الدولة نتيجة لمقوماتها التي تقودها إلى التأثير في الساحة الدولية، ويكون لقرارها الاقتصادي والسياسي الأثر الكبير في العالم. فماذا يقصد بالقوة يا ترى هنا؟ ماذا يقصد بالقوة؟ عندما نقول دولة قوية ومؤثرة عالمياً، ماذا نقصد بكلمات القوة هنا؟ تعني توافر عوامل معينة مثل إمكانات الدولة من موارد وقدرات ومؤسسات وإنتاج ومساحة جغرافية وسكان، ناهيك عما يمتاز به هؤلاء السكان، وجوانب عسكرية وثقافة وغيرها، جوانب عسكرية وثقافية وغيرها. إذن اتفقنا أن القوة تعني كل الإمكانات الدولية، كل الإمكانات الموجودة داخل الدولة من موارد وقدرات ومؤسسات وإنتاج ومساحة جغرافية وسكان وجوانب عسكرية وثقافية.
إذن ننتقل بعد ذلك إلى المقومات. ماذا يعني يا ترى بكلمات مقومات؟ ماذا تعني كلمة مقومات؟ تعني طبعا هذه الكلمة هي جمع ومفردها مقوم، وهو ما يقوم عليه الشيء، بمعنى أن هذه العناصر التي سندرسها اليوم على أنها مقومات هي الأساس الذي ترتكز عليه الدولة القوية وتقوم عليه هذه الدولة. إذن سنتعرف اليوم إن شاء الله على المقومات للدولة القوية والمؤثرة، ونصنفها فيما يلي: المقومات السياسية، والمقومات الحضارية، المقومات التقنية، والمقومات الاقتصادية، ثم المقومات الوطنية، والمقومات العسكرية. نبدأ بالمقومات الحضارية. طبعا تتمثل فيما تتمتع به الدولة من موقع جغرافي مؤثر، وكذلك سنفهمها من خلال الصور: مساحة جغرافية واسعة رائعين، وكذلك الجانب الشعبي للدولة والذي نقصد به السكان من حيث العدد والتوزيع والحجم، التعليم والثقافة والآداء، كل هذه تتعلق بالجانب الشعبي للدولة، الذين طبعا يسمون جغرافيا بالسكان. أيضا من الجوانب الحضارية لدينا العمق التاريخي الذي تمتاز به هذه الدولة، وكذلك التجربة الناضجة. إذن هذه هي جوانب القوة في المقومات الحضارية. كلما كانت الدولة تمتلك موقعا جغرافيا مؤثرا، ومساحة جغرافية واسعة، وجانب شعبي مثقف ذو عدد يتوافق مع موارد الدولة ومنتج، وكان لديها عمق تاريخي ولديها تجارب ناضجة، فإنها ستتمتع بمقومات حضارية قوية، وسيكون لهذه المقومات جانبا مؤثرا في نهاية الأمر. أما الجانب الثاني أو المقومات الثانية، ألا وهي المقومات السياسية. بالنسبة للمقومات السياسية، تتمثل في تمتع الدولة بنظام سياسي مستقر أداؤه فاعل، وتحقيق الحكم الرشيد. فالجانب السياسي يعزز مكانة الدولة وتأثيرها في استمرار أسسها والسلامة من تغيرات قد تكون طارئة ومفاجئة. وتحولات سلبية في النظام السياسي أحياناً قد تطرأ أشياء، أو نقول تغيرات مفاجئة وتحولات سلبية في النظام السياسي تؤثر على قوة الدولة. لذلك كلما كان لدى الدولة نظاماً سياسياً مستقر أداؤه فاعل، كلما أدى إلى قوة الدولة وتأثيرها في العالم. أيضا من الجوانب المهمة وجود إطار قانوني واضح، مثل نظام الحكم أو الدستور. لابد من نظام حكم معين تسير فيه هذه الدولة، لأن هذا سيضمن استقرارها سياسيا. وطبعا هذا النظام سيحدد المسؤوليات ويحدد الواجبات ويحقق الحكومة أو الحوكمة اللازمة، راح يحقق الحوكمة اللازمة. إذن ركزنا في جانب المقومات السياسية على ثلاثة جوانب مهمة: نظام سياسي مستقر،
إطار قانوني واضح يتمثل في وجود نظام الحكم أو الدستور ليضمن استقرار الدولة وبالتالي قوتها وتأثيرها عالمياً. ننتقل إلى المقوم الثالث وهي المقومات الاقتصادية، تتمثل طبعاً بجوانب عدة. في البداية الاقتصاد عامل مهم وقوي في تمكين الدولة من التأثير، ولا أخفيكم أنه قد يكون من العوامل الأكثر تأثيراً في قوة الدولة وتأثيرها عالمياً طبعاً، وهذا يكمن في عدة أمور. أولاً الموارد الطبيعية، ثم الناتج المحلي، ثم التبادل التجاري، وكذلك جانب الاستثمار، أيضاً جانب التبادل التجاري والعملة والنظام المالي، وكذلك وسائل الإنتاج. فكلما توافرت هذه الموارد الطبيعية المهمة مع وسائل الإنتاج العملية وآليات حمايتها والاستفادة منها، ومن جوانب الاقتصاد العديدة التي ذكرناها قبل قليل، النظام المالي والعملة والاستثمار والتبادل التجاري والناتج المحلي، كلما أدى ذلك إلى تعزيز قوة الدولة في محيطها العالمي. إذن لابد من تضافر هذه الجوانب كلها حتى تكون الدولة قوية ومؤثرة اقتصادياً عالمياً. ننتقل بعد ذلك إلى المقومات التقنية. الآن تعتبر التقنية من الجوانب الهامة جداً والتي تتحكم في جوانب عدة في كثير من حياة الدول. وإذا كانت الدولة تمتلك هذه المعرفة التقنية ومنتجة لأدواتها وتسيطر على هذه الصناعة، فإن ذلك يقودها إلى القوة والتأثير عالمياً. والتقنية تتمثل كما عرضنا في الأفكار والبرامج، أيضاً في الإنتاج، كذلك في الابتكار، مواكبة التطورات السريعة في المجال التقني مثل الإنترنت والفضاء السبراني. طبعاً الفضاء السبراني مصطلح جديد، وهذا المصطلح يتعلق بالأوساط التي تنتقل فيها البرامج والمعلومات إلكترونياً. كما تشاهدون في الصورة أسمي هذه الأماكن أو الوسائط التي تنتقل فيها كلها يطلق عليها فضاء سبراني، والآن الدول تحرص جاهدة على تأمين الفضاء السبراني وحمايته من الاعتداءات الخارجية. لدينا نشاط تقوم المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 بتطوير البنية الرقمية وما يتعلق بها من أجل تحقيق الريادة الرقمية في جميع المجالات. يناقش الطلبة هذه التطورات من خلال مفهوم تحقيق المقومات التقنية للدولة القوية. فكروا يا طلاب، كيف أن المملكة العربية السعودية تقوم بتطوير البنية الرقمية وما يتعلق بها من أجل تحقيق الريادة الرقمية في جميع المجالات من خلال ما درستوه الآن في المقومات التقنية؟ برهني على ما نذكره في هذه العبارة، هاتوا برهان يثبت فعلاً أن المملكة تقوم بهذه التقنية وبهذا التطوير في البنية الرقمية.
اتفقنا إذن أنها أو أن المعلوم المقومات التقنية تعد من أهم المقومات للدولة القوية، ولذلك حرصت رؤية 2030 على تطوير البنية الرقمية من الإنترنت والفضاء السبراني وما نشهده الآن من تطورات كبيرة ودورات وبرامج، دليل على سعي المملكة العربية السعودية على مواكبة هذا التطور السريع في مجال التقنية. وسنضرب مثال ونبرهن على ما يحدث في المملكة العربية السعودية من خلال تحول أغلب الدوائر الحكومية إلى المعاملات الرقمية بدلاً من المعاملات التقليدية. لدينا كثير من البرامج الموجودة الآن والأنظمة التي تدار إلكترونياً من خلال هذه التقنيات الحديثة. مثال عليها لدينا نظام أبشر وغيرها من الأنظمة التي تعد مثالاً على تفعيل المملكة العربية السعودية لمثل هذه التقنيات. المقومات العسكرية، تمثل القدرات العسكرية بجميع أنواعها قوة واضحة للدولة، وكانت الدول قديماً تعتز بمقوماتها العسكرية وترى أنها الأساس في قوتها، لكن تغيرت هذه المفاهيم مع مرور الزمن وبرزت عدة مقومات أخرى أظهرت طبعاً أو تكاتفت مع بعضها البعض لتبرز لنا الدولة القوية والمؤثرة عالمياً. فمثلاً إذا كانت الدولة تشمل جميع المجالات مثل التصنيع والتصدير والتدريب وأنواع القوات المختلفة، سواء كانت هذه القوات برية أم بحرية أم جوية، وكذلك الجوانب التقنية، كما أن التقدم في إنتاج الأسلحة الحديثة يزيد من قوة الدولة وتنافسيتها في الساحة وفرض سيطرتها، ولا سيما في المجال النووي وأسلحة الأشعة والليزر وغيرها. ننتقل إلى المقومات الوطنية. الأمن مهم لأي دولة لحماية استقرارها ومصالحها، لابد من توفير الأمن حتى طبعا تحمي استقرارها وتحمي شتى مصالحها. لذا فإن قوة المؤسسات الأمنية التي تؤدي ذلك الهدف الوطني تزيد من قوات الدولة التي هي بطبيعة الحال قوة للمجتمع. هناك الكثير من المؤسسات التي تسهم في جانب الأمن الوطني في الدولة، ولعل من أهمها الاستخبارات كما تشاهدون، أمن الدولة وأجهزة الأمن العام والمؤسسات الفكرية التي ترعى تعزيز الجانب الوطني في تلك الدولة. إذا لاحظتم الجوانب المسؤولة أو المؤسسات المسؤولة عن الأمن داخل الدولة تتمثل في الاستخبارات، أمن الدولة، أجهزة الأمن العام والمؤسسات الفكرية التي ترعى طبعا تعزيز الجانب الوطني في تلك الدولة. لدينا نشاط، مثل للدول القوية والمؤثرة عالميا. الآن هل تسمع بوجود دول قوية ومؤثرة عالميا؟ رائع، أحسنتم. إذا لدينا الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا روسيا الاتحادية أيضا دولة مؤثرة عالميا، لدينا الاتحاد الأوروبي وما يجمعه من بعض الدول الأوروبية المؤثرة عالميا، ولدينا دولة الصين وغيرها من الدول المؤثرة عالميا. كل هذه الدول إن شاء الله سنتعرف عليها في حصص مقبلة
كأمثلة على الدول القوية والمؤثرة عالميا. لدينا تقويم ختامي تتحدد مكانة الدولة نتيجة لمقوماتها الحضارية والسياسية والاقتصادية والتقنية والعسكرية. يبين الطلبة من خلال أحد تلك المقومات المقصود بذلك. كيف تحدد مكانة الدولة من خلال أو كيف تحدد مكانة الدولة من خلال مقوماتها الحضارية والسياسية؟ يأخذ الطالب واحد من هذه الأمثلة أو هذه المقومات، ثم بعد ذلك يبين تأثيرها على قوة الدولة. لو اخترنا مثلا المقوم الحضاري كأحد الأمثلة، سيكون المقوم الحضاري أو المقومات الحضارية والتي تتمثل في موقع الدولة الجغرافي والجانب الشعبي للدولة من حيث عدد السكان وتوزيعهم وتعليمهم وثقافتهم، ومن الجوانب الحضارية أيضا العمق التاريخي والتجربة الناضجة. إذن كل هذه الجوانب رح تدعم الدولة حضاريا ثم تجعلها قوية ومؤثرة عالميا. إذن في ختام درسنا اليوم نعود لنسترجع ما تعرفناه في درسنا اليوم، أو ماذا تعلمنا اليوم في هذا الدرس الذي بعنوان مقومات الدولة القوية والمؤثرة عالميا. تعرفنا على المقومات الحضارية، ثم المقومات العسكرية، ثم المقومات الاقتصادية، ثم المقومات التقنية، ثم المقومات السياسية، وكذلك المقومات الوطنية. ولا ننسى حل أسئلة التقويم. كل الشكر والتقدير لكم طلابي الأعزاء على إنصاتكم واهتمامكم. كان معكم المشرفة التربوية أسماء عبد الله تميمي.